ما الجديد اخي عبد المؤمن؟ ما هو الجديد؟ احنا معك دابا رحبة الزرع صحة الشهداء مع الاخ ديالنا عبد المؤمن، يعني عنده بعض المواد المستهلكة هنايا من اعشاب منسمة للشاي ومن توم ومن زبدة بلدية وعسل، هادو التجميل كما تلاحظون هادو مواد ديال التجميل، هادو هادو للشفاء ديال العلاج ديال العلاج. الزبدة الزبدة كيتمناها اي واحد، الزبدة الزبدة وما ادراك ما الزبدة والعسل، هادي الزيت البلدي. شحال قلنا كيدير هذا؟ هذا كيدير 50 درهم لتر، هذا كدير 250 درهم، هذه خمسة لتر كتجيب 250 درهم، ما فيها لا زيادة ولا نقصان. هذا الزيت كيفاش كتوجد؟ هذه الصح ما كنشريو الزيتون وكنديوها للمعصرة وكنشريو الجودة ديالها. بيدك بيدك كتصهر عليه؟ أنا راه دابا شفتها، دابا أصلا أنا الكراهية عندي 100 متر وراها. تبارك الله شتها. كنجيبها من تما راه 100 متر. تمشى كتمشى شويه ضروري، الناس محتاجين اليوم في الزيت. انا قالوا لي ربما كاينه شي ازمه الزيت الروميه، الناس ولات كتطكر على الزيت البلديه عند المكان ديالها. الله يود، راه كاين اللي كيطيب بها. دابا الناس دابا ولات كتطكر شويه، الناس البيض البلدي، دابا البيض الرومي طلع شويه، تهز السوق ديالو شويه ولا قرب البلدي في الثمن. دابا قاسم هو قال لي حاجه، والله قال لي شريته ب 150 30 150 البيضه 150 غرام كتصاد ديال الداخل 30. شنو هذا الروميه؟ الروميه شحال قاسم شريتي البيضه هذيك النهار؟ شحال شريتي البيضه؟ جوج بخمسه دريال، 150 الوحدة بزاف، لا ما وصلش هو حتى لهذا الثمن. ما باعوها له، هما باعوها له بلا ما حصل. أول بلديها. أنا اليوم اللي ضربت واحد الكمية ديال البيض اللي ضربتها خيالية، ما عمري ضربتها في الأرض. تبارك الله تبارك الله. نمشي اللي تمشى في شحال شحال مشى؟ غير صندوق واحد كيهز 500 ونوريه لك راه خاوي. تبارك الله 500 وصندوق الاخر كيضرب فيه زاده وباقي اللي صندوق تبارك الله. واش كتشوف انت السبب ديال اقبال الناس على البيض البلدي؟ شنو بالنسبه انا يعني الاغلبيه ديال الناس اللي كتولي كتولي تضرب وتولي تعاود تجي لعندي كتولي تجي يعني. عمر جا شي واحد يعني بيض جديد؟ ما عمر جا شي واحد قال لي هذه عندك راه خاسره. لا دابا الواحد ملي كيجي يدي مثلا 200 300 شنو باغي هذا؟ شنو كيكون الغرض عنده؟ واش غيدير ب 200 300؟ كاين اللي كياكلو هو راه يضرب هو على انت عنده الدار كبيره راه يضرب حتى 10 في النهار. الا كانت الدار كبيره شنو غدوز له انت 300؟ وغيبغي يدير بها شي حاجه، دير شي صوبا، يدير كذا، يدير هذه، يدير اي جهه من المواد كيخدم فيها. انت قلتي لي اصحاب المطاعم والمقاهي. المقاهي هذوك المطعم ها هو هذا كيجي يدي عندي هذا كل سنه كيدي. هذا لالونا لالونا. لا دابا 500 كنزيدو، هذا في كل ماشي حتى في كل سيمانه، في كل ربعيه. يعني قهوه فطور كامل كيديروا في الصباح. كيديروا فطور كامل فطور كامل وعنده حاجه تسوى الجوده تما. تبارك الله. هو جا عندي قال لي هذا السر ما عرفناش شنو عندك. شي سر مزيان نقي، قال لي ما عمري زعما خرجت لي شي حاجه. لا الحمد لله. شوف هو قال لك الا بغيتي دي البيض ديه من عند الناس اللي كيسربيو البيض. اللي كي بحال دابا بغيتي تاكل في شي مطعم غات يقول لك دابا شي جيتي وشحال من واحد تيجي كيقول لك راه انا تناخذ جوج بسبعه، وانا ديك النهار واحد والله العظيم الا ما جا عندي قال لي خديت جوج بسبعه دريال. وفين هي جوج بسبعه دريال؟ ها الامثله ديال هذه البيضه يلاه خليها اسمع. هذه مالها؟ دابا هذه صغيرة الحجم، صغيرة الحجم باعوا له جوج بسبعه دريال. فهمتيني؟ الرجال عندي وخدا البيض بجوج درهم. انت كتبيعو بجوج درهم بطبيعة الحال لأنه عامر شي شوية. ها؟ انت كتبيعو بجوج درهم لأنه عامر شي شوية. البيض مليحة، انت كتشوف البيض وجديد. الله وقال لي أنا بنادم بأن راه كان هذاك وباقي أجي معايا تشوف البيض.
تعزل دابا انا باقي لك البركه. واش تما السي عبد المؤمن؟ هذا كيبان لي غير تبان تما. هذا غير من الفوق باش ما كيتهرش. يا سلام يا سلام. دابا هذا مات ميتل ديالو مشى. ميتلو هو مشى. ميتلو مشى خاصنا داك خاوي. الله يكمل بخير. الله كيضرب 500. الله يكمل بخير. 500 كيهزو مشات. والحلال بين اخي. هذا حاجة اللي كيجعل فيها الله البركة. راه تمشي تمشي هذه الزيوت تبارك الله بلاتي. هذه الزيت هذه الزيوت داخل السيارة. لا شوف الزيت ان شاء الله ما شاء الله. اللي بغى الزيت اخوتي راه سعد المؤمن راه عنده الزويته راه ماشي المزاح. امين امين اخي امين. مسيطرو اي دابا ما كنبغيش تخرجها هو الضوء كيبدل لها الكولور ديالها بعدا. كتولي دابا بحال خضراء. هي اصلا خصها تبقى خضراء. وهذيك راه باقي راه كاينه 200 مترو ديالها هنايا. بغيت السجنه شنو فيها هذي؟ فيها الدجاج هذيك اسمها. بلدي. دجاج بلدي هذيك. والوزن ديالو واش صغير كبير؟ كاين الدجاج الكبير الوزن ديالو هذا. خليها خليها ما عندناش كي نديرو لها دابا. هادو مازال قراعي اخرين هادو 5 لتر ما شاء الله. الزيت هذا اللي بغى مرحبا به. اللي بغى مرحبا به اللي بغى الزويته. انا غادي نديرو رقم الهاتف اسفل الفيديو ان شاء الله. باش اللي بغاه راه يتصل بالاخ ديالنا وياخذ. وزيت مليحه راه ماشي بنادم راه كيقيسها وكيقول 25 فرنك قرعه 5 لتر. 5 لتر راه الجوده ماشي. هذا دابا بغيت ندير كندير الانتاج ديالي ديال النحل. دابا خديت هاد المره خديت 60 صندوق. 60 صندوق وشحال الصندوق شحال الثمن الصندوق؟ 200 درهم. 200 درهم ها هو كنشوف باقي جديد. هذا هو تبارك الله هو باقي جديد. هكا كتكون الفورما ديالو. الفورما ديالو هيدا كيمشي وهكا باش كيتبنى كيتعدل يلا باش كنعدل له السلك ديالو نعدل له هذا الشماع باش كيتشمع باش النحل كيبني هنا. شحال من طبقات هنا؟ هنا كاينه 10 طبقات. 10 طبقات كيمشيو ولكن كتبدا بثلاثه بثلاثه باش ملي كتعمر كتولي تعمر. وشحال يمكن يجيب هذا ديال العسل مثلا؟ ايوا بوديك على حسب المرعى اللي غير شوف النحل شنو غير. واعر هادشي. زوين هادشي على حسب المرعى اللي غير. وعندك اخي ها العسل ها البيض عندك غير داكشي اللي هو مطلوب. كيفاش دابا هذا ملي غادي نزيد نوفرو نبدا يعمر نبدا نقسمو ندير اللي ولد نبدا نقسمو في الصنادق كل 100 غنحطها في المنطقة. كل 100 خصها تحط في المنطقة. دابا 60 غنبدا بها. اللهم يسر. وغادي ملي يعمر هذا راه باقي واحد فهمتيني تبارك الله واحد الاخر ديالو الدور ديالو الفوق كيزيد باش كتعاون به الداخل. والله يكمل عليك بخير اخي عبد المؤمن. الله يسهل ما صعب اختي. ها هاد السلك هذا باش كتبني به ديك كدوزو هذيك اللي قلت لك دابا ديك الشاده الشبكه. كدوزو باش كتخشي فيها بلا تنعاود لك الانتاج هو قبل باش نعاود لك هاد السلك ها فيه كيدوز في الجبح ديال النحل. باش كيدوز من على السلك وكتجيب هذه هي كتخشيها كتخشيها هنايا كتمشي هنايا في هاد السكة هادي هي وملي كديرو هنايا كتجيب الشمع الشمع كدوبو هنايا كتخوي على هادي باش كيتسود هادي باش كتنزل مكتحرك باش هنا كيبقى يبني النحل. جميل. هو هاد النوع ديال السلك اللي كتخدم به. هو هاد اللي كتخدم. بارك الله تبارك الله. هاد المعلومة اللي قلتي لي على البيض اخي عبد المؤمن. البيض بلدي. هاد المعلومة ديال هاد البيض حنا باش كنعرفوا البيض اخي اسرى كتعرف من هاد الجهة من هنايا كاينة واحد العرق
ملي كيمشي بحال الدري الصغير ملي كيكون الصعب ملي كيكون داك المصرى اللي كيهود له في كيمشي له نيشان المركب العيشي. وهنا كاين واحد الحرق عريق كيمشي نيشان داك الملح هذاك العرق ملي كيبان لك حل كيبان بحال واحد النقيطه كحله هذيك كتكون بيضه خاسره جميل. وكيفاش شي وحدين كيشدوا ما كاين بنادم اللي كيشوفها بالغلط هي بعدا خاصها تمشي العكس هي الشمس كتضرب هكا انت خاصك تشوفها هكا باش كتجي العكس ديال الشمس ديما خاصك تمشي للعكس ماشي كتجيبها تقابلها مع كتقابلها مع هذه باش تشوف لك تلعب كتشوف شحال من واحد في هذيك الفكره في الداخل كتقول راه صافي لما رجع راه غتبان وهي راه باينه هو كتمشي ديما كتشوف العكس ديالها سبحان الله ها الفائده ها المعقول. وشحال يقدر يبقى البيض صالح؟ البيض الا كان الحال بارد هو كيبقى شحال كاع يقدر يبقى لك حتى 15 حتى 20 يوم ما شاء الله الا بقى يبقى لك هو حتى 20 يوم حتى لك نفسه هي البلديه هي الرومي نفسه البلديه الرومي هو الصيف اللي كيكون سخون وشحال من واحد اللي كيجي كيشري البيض ها معلومه ديال الناس اللي كتمشي كتشري البيض راه كتعطيهم بيض رقيق هذا كتعطيه لهم جوج سبعة دريال انت كتشوف انت كتشوف البيض كي كيبان لك ها شوف الجوده ديال هذا البيض هذا كي كيبان نعم مقروعي ما يكون ها وزيدون كيكون راه الا ما قدمش عنده راه ما يبيعولوش دابا انت بشحال كتبيع انا كنبيعو بجوج دراهم جوج دراهم وشحال من واحد كيجي عندي كيقول لي انا كنشريته بثلاثة دريال انا ماشي نتغنى الناس نقدر نقدر ممكن تشري بثلاثة دريال يقدر شي واحد جايب ديالو محتاج ومصيرف الناس ديال الباديه كيجيو فهمتيني ما كيوصل عندهم لا بيع وشراي ما كيجي السوق محتاجه هي باش تجي كتهبط واحد 50 بيضه ولا 30 بيضه ولا 4 ديالها ديال المكسوب ديالها كتبيعها بثلاثة دريال تبيعو بثلاثة دريال وكتشري بهذاك الشيء الولادة وتمشي بحال من الممكن تقدر تقول ولكن عادة هو شحال كيدير؟ هو عادة راه بوين باش يمشي بنادم راه يبيعو لك بجوج دراهم وكاين البيع والشراي اللي كيبيعو اللي غنوصل لهم واحد الميساج الله يهديهم يعطيو الناس أي حاجة مزيانة وعطيهم جودة مزيانة حتى لو بغيتي طيح السوق عطيه حاجة مزيانة عطيه له هذا البيض هذا هو عطيه له بجوج بثلاثة دريال ولا عطيهم بجوج عطيهم غير هذا الجو عطيهم غير هذا الجو هذا البياض هذا البيض هذا بطبيعة الحال ترى غتكسب الثقة الناس إلا كنتي معقول ما كنتيش معقول راه غيهربوا منك الناس دابا بلاتي اكثر من القهوه اللي كتبيع وتشري كتاخذو بجوج دراهم ترى غنقولو غادي تدي انت شحال غدي 10 البيضات غتاكلهم هذا هذا كيترزق 500 ديال البيضه كطيح عليه ب 1000 درهم انا شي كيقول لك مول القهوه كيقول لك انا غير ما نلقاش البيض خاسر وما تجيبليش البيض صغير بزاف وما تعطينيش البيض مضراف هو خصو يهرس بيضات تخرج كامله تخرج في التبسيط يعني شحال من الناس قال لك انا واحد المره تكلم واحد قال باقي لدابا كيدعي الله قال لي اللي كنهرسها كتخرج الله 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 قال لي اللي كندقدقها كتخرج من وقعت لينا حتى حنا شرينا بيض وخرج لينا كحل قال لي انت راه من نهار اللي دابا اللي كنتعامل معك وتقول الحمد لله قال لي ما قال لي نتمنى غير شي وحده تخرج نقول هذه راه غير داز ما كخدمش الحمد لله خير عبد المؤمن وانت كتجيبو نيشان ماشي ما تاخرش به وانا راه ديما في البلاصه ديالي والناس راه ديما كتجي عندي ساحه رحبه الزرع غتجبروا هذا السيد هذا يمكن لكم تاخذوا من عنده هذا الشيء اللي ذكرنا والسلام عليكم ورحمه الله. نقول واحد الحاجه اخرى اللي نوصل انا نسمع شي واحد اللي كيجي يدي من عندي ويضرب عليا شي حاجه يقول لي هذه خرجت لك راه كذا انا عندي تما حاجه طبيعيه وبلديه والجوده الله يسر صافي انا راه حاجه اللي ما كانتش طبيعي نهار اللي قررت راسي نبيع نشري النهار اللي بقيت ندير هذا الشيء هذا ودابا انا كندير دابا المنتوج ديال راسي ديالي انا ديال العسل الله يكمل بخير هذا راه ماشي ساهل هذا الشيء السي عرفتي دابا 60 ما عرفتش شحال طاحت مليون 60 الجمره مليون و 200 12000 درهم 12000 درهم غير ديال غير ديال الصندوق وان شاء الله يجي الربح بحول الله الله يسخر الله يسخر دير هادشي بالمنتوج ديالي انا شي انا نقدر ننزل داك العسل الطقموس ننزل لها حتى 800 درهم ولكن ملي غادي نوصل المسائل الشخصيه ديالي انا المنتوج ديالي نجيبو غنديرو